للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي. أستاذ كريم، بعد التحية، هناك تاريخ عريق ومصالح متبادلة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتنسيق دائم بشأن مختلف القضايا والملفات في المنطقة. قراءتك لأهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت؟ أهلا وسهلا بك أولا. طبعا كما تفضلتي، العلاقات المصرية السعودية علاقات راسخة وقوية، وتتميز بالتعاون والتنسيق المشترك في مختلف القضايا. واليوم نحن نثمن كثيرا التحركات والجولات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة عربيا وإقليميا ودوليا لضمان الأمن والسلم العربيين، وفي مقدمة هذه التحركات زيارته المهمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ولقائه بخادم الحرمين الشريفين وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. نعم. وكالعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرب في زيارته أن أولا أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، وكذلك ضرورة التعاون والتنسيق في مواجهة كافة الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية، وكذلك لضمان استقرار الوطن العربي في مواجهة الأزمات والمستجدات الدولية. وكما نعلم جميعا أننا اليوم بصدد تشكل عالم جديد، عالم ما بعد القطبية، وهذه التداعيات والحروب والأزمات بالضرورة ستضفي أو ستؤثر على الأمن القومي العربي بدرجة أو بأخرى، بما يستلزم أن الدول العربية الكبرى تلتقي وتتشاور وتنسق في مواجهة هذه التداعيات، حتى لا نفاجأ بتأثيرات سلبية تمس الأمن القومي، سواء لأشقائنا في الخليج أو لدول المتوسط أو للدول العربية الأفريقية. الرئيس عبد الفتاح السيسي كالعادة يستبق المشهد الدولي، ولديه الرؤية ولديه مقومات السياسة الخارجية التي تكفل وتضمن الأمن القومي المصري في هذا الإطار. أستاذ كريم، يعني في ظل هذه المعطيات التي ذكرتها، هذا التعاون القائم بين مصر والسعودية يقوم في الأساس على فرضية مهمة جدا، وهي عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، للحفاظ على سيادتها وللحفاظ أيضا على وحدتها الوطنية. قراءتك لهذا التقارب وهذا التنسيق المشترك الدائم والتوافق في الرؤى المصرية السعودية تجاه هذه النقطة تحديدا؟ هو تنسيق على أعلى مستوى بالتأكيد لضمان استقلالية كل بلد عربي وسيطرته على حدوده المستقلة وعلى أموره الداخلية، وعدم تعرضه لأي تدخلات خارجية أيا كان مصدرها. أيضا تعزيز فكرة التعاون والتنسيق المشترك على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، بما يكفل تعزيز الأمن القطري لكل دولة عربية، وكذلك تعزيز الأمن العربي المشترك. نعم. أستاذ كريم، يعني باعتبار أن مصر والمملكة العربية السعودية قطبي المنطقة ولهما دور كبير من خلال تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين في الحفاظ على الأمن القومي العربي، إلى أي مدى تسهم هذه الزيارات المتبادلة بين القيادتين في البلدين الشقيقين في زيادة عمق العلاقات المصرية السعودية، وبالتالي ينعكس ذلك على الحفاظ على الأمن القومي العربي بشكل كامل؟ التنسيق والتشاور والتعاون بين مصر والمملكة قائم باستمرار وعلى مدار الساعة كما يقولون، ولكن هناك
ما يستدعي مزيد من التشاور الوثيق من خلال الزيارات المشتركة عندما يكون الأمر متعلقا بأزمات دولية أو إقليمية تقتضي تعميق وجهات النظر والتأكيد على مجموعة الملفات التي تحكم الفترة المقبلة وتنعكس على السياسات العربية وتعزيز التضامن العربي. نحن بصدد قمة عربية وشيكة، ونحن صحيح. بصدد تداعيات إقليمية ودولية للأزمات التي نشهدها في العالم الآن، حروب وتشكلات قوى ومحاور جديدة وانعكاسات اقتصادية خطيرة لهذه الأزمات الدولية، بما يقتضي التشاور والتنسيق المشتركين على أعلى مستوى، وخصوصا بين مصر وشقيقاتها الأساسية الكبرى في الخليج وفي مختلف الدول العربية. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ كريم عبد السلام، شكرا جزيلا لك.